لا تناقض بين السؤال وبين الرضا. فالرضا معناه الرضا بالحال بما أقامك فيه حالا، والسؤال تذللا وتمنيا على الله بأمر في الاستقبال. وسئل أبو عثمان عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، لأن الرضا، فقال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، يعني كأنه عزم، ما زال يعزم، أو وعد، وعد بالرضا. الرضا قبل القضاء كأنك تعد الله سبحانه وتعالى بالرضا، وأما الرضا بعد القضاء فهو الرضا نفسه بالواقع، بحدوثه، بالوفاء بما وعدت. فحدوث الأمر أقوى من الوعد به، لأن حدوث الأمر تحقق وقوعه، وعلشان كده الرضا يكون بعد القضاء لا يكون قبل القضاء، فقبل القضاء معناه وعد بالرضا، أما بعد القضاء فيكون تحقق الرضا. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت عبد الله الرازي يقول: سمعت ابن أبي حسان الأنماطي يقول: سمعت أحمد ابن أبي الحوارة يقول: سمعت أبا سليمان يقول: أرجو أن أكون عرفت طرفا من الرضا، أرجو أن أكون عرفت طرفا من الرضا أو عرفت طرفا من الرضا، لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضيا. يعني نار المحنة، نار الابتلاء. فإذا رأى الذي يقضي الأمور رضي بقضائه، فإن كان من الله بلا حجاب غير محجوب عن ربي رضي بقضاء الله على أي حال. وقلنا أن أهل النار معذبون في النار بعذابين: بعذاب حجابهم، وعذاب إيلامهم، فهم يتألمون جسدا ويتعذبون روحا بالحجاب، يتألمون بجسدهم من النار ويتعذبون بأرواحهم من الحجاب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال أبو عمر الدمشقي: الرضا ارتفاع الجزع في أي حكم كان، والجزع هو إيه؟ قلة الصبر، يعني عدم الصبر. وكأن الراضي لابد أن يكون قد أتم مقام الصبر وانتقل منه. وقال الجنيد: الرضا رفع الاختيار، والرضا لا يكون إلا برفع الاختيار، وهذا يكون بداية التوكل. وقال ابن عطاء: الرضا نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد، وهو ترك التسخط. من الذي اختار لك أن تكون مسلما قبل أن تختار؟ هو الله. من الذي اختار لك أن تخلق وقد كنت عبدا؟ هو الله. من الذي أرسل إليك رسلا وكتبا ليهديك إليه دون أن تختار وقبل أن تسأل؟ هو الله. فالذي يسر لك هذا كله، والذي أتم عليك نعمة العقل لتميز، هو الذي قدر لك كل شيء قبل أن تختار على وفق مراده بكمال رحمته وعلو حكمته. فإذا علمت ذلك سلمت أمرك وفقدت الاختيار. وقال ابن عطاء: الرضا نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد، فالله قد اختار وفرغت الأمور قبل أن يخلق الخلق، أمور يبديها ولا يبتديها، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعلشان كده قالوا: طب ايه موقع بقى السؤال؟ طب وليه بتسأل؟ فهل السؤال يكون سبب لحصول الإسعاد؟ فإذا كان سبب كان علة، وإذا كان الأمر علة فاختيار الله لا يعلل، مش كده برضو؟ فلا بد أن يكون السبب ليس علة. فإن كان السؤال سببا والسبب علة، فلا بد أن يكون السؤال ليس سببا ولا علة. أمال السؤال إيه؟ تعبدا. طب وهل يكون السؤال تنبيها؟ لا يكون التنبيه
إلا لمن يكون عنده نوع إغفال ولا إغفال. هل يكون تذكيرا؟ يستحيل، لأنه يكون موضع نسيان والله لا ينسى. وما السؤال؟ تزلل، أي أن الله سبحانه وتعالى ربط أحكامه القديمة بالسؤال ربط عادي، لا ربط علة ومعلول، ربط عادي. كما أنه مثلا ربط الإحراق بممسة النار، فالنار لا تحرق بذاتها، فليست هي سببا للإحراق، ليست علة في الإحراق، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحرق، ولكن جعلها سبب عادي، إذا مست النار الشيء أحرقته لا بذاتها بل بخلق الإحراق عند المماسة، فجعلها سبب عادي وليس سبب علة ومعلول. كذلك أعمالك التي نسبت إليك اكتسابا جعلها الله سبب عادي لحصول رضاه القديم، لحصول رضاه القديم فقط. ولذا إذا سألت تسأل تزللا تعبدا، لا للتنبيه فلا إغفال، ولا للتذكير فلا نسيان، ولا للتعليل فأحكامه لا تعلل. واخد بالك؟ فدي المسألة دي يعني يجب أن الإنسان ياخد باله منها حتى تتم معرفته بربه سبحانه وتعالى، فلا يعتمد على عمله ولا على سؤاله، بل يعتمد على ربه في كل حال. وعشان كده بيقول الرضا نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد. وإنت أعمالك حديثة محدثة مخلوقة، واختيار الله لك قديم حتى قبل أن تظهر وأنت في علم الله، فإذا كان كسبك حادث فيستحيل أن يكون القديم متعلق بالحادث علة ومعلول. وإذا كان الأمر كذلك فتترك التسخط، هتسخط على إيه؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. وقال رويم الرضا استقبال الأحكام بالفرح، الأحكام اللي هي أقدار الله، أقدار الله المنع والعطاء، أقدار الله في العبد هي منعه وعطائه، تقدير شؤونه، يقبلها بالفرح للنظر إلى الذي ينعم بها لا للنظر إليها، فليس بمحجوب بالعطاء عن المعطي ولا بالمانع عن المانع، بل هو يرى أن الله هو العاطي في كل أحوال والمانع في كل الأحوال. وقال المحاسبي الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام. وقال النوري الرضا سرور القلب بمر القضاء. يبقى الرضا له مراحل، في أوله سكون وفي آخره سرور. يبقى هو كل واحد بيتكلم في الرضا على حسب هو في أي مرحلة فيه، فبداية الرضا نهاية الصبر، فنهاية الصبر تعود المرارة فلا تصير مرة فيسكن. الإنسان لما ياخد الحاجة كده يتعود عليها، الأول يبتديها يلاقيها مرة، يبتدي يتعود عليها فتفقد المرارة فتصير ساكن تأكلها وأنت لا يظهر عليك أثر المرارة، تتجرع الصبر ولا يظهر عليك أثر المرارة. زي واحد بياخد حاجة مرة كده، أول ما ياخدها تلاقي وجهه باين إن هو بيدوق حاجة مرة، باين الأثر، ده الصبور، ده في فترة الصبر. وبعدين ابتدى يتجرعها عدة مرات فاعتاد طعمها، فتجده يأكلها كأن لا طعم له، يبقى ابتدى السكون اللي هي بداية الرضا، يبقى انتهى من الصبر ودخل إلى بداية الرضا وهي السكون تحت مجاري الأقدار. فإذا اعتاد ذلك ونسي الطعم ونظر إلى المطعم وهو الله أحس بالسرور، وهي نهاية الرضا التي تجعله يصل إلى مقام التوكل إن لم يكن دخله، او الى الانتقال لمقام المحبة ان كان استكمل التوكل، على حسب، كل على حسب مقام. وعشان كده الشيخ المحاسبي يقول الرضا سكون القلب تحت مجاري الاحكام، بيتكلم على الرضا في بدايته، والنوري يتكلم على الرضا في نهايته، فيقول سرور القلب بمر القضاء.
سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا الحسين الفارسي يقول، سمعت الجريري يقول: من رضي بدون قدره رفعه الله تعالى فوق غايته. لأن الإنسان المفروض أنه عبد لله، والعبد لا يرى أن له قيمة، فإذا كان العبد يرى أنه لا قيمة له رفعه الله فوق منزلته. أما إن نظر العبد لنفسه أنه له قيمة فقد خرج عن مقام العبودية إلى مقام السيادة، وهذا لا يليق به. وعلشان كده يقول: من رضي بدون قدره، يعني يرى أنه في مقام العبودية ما زال متزللا لا يقوم بحق الربوبية، وأنه مقصرا في القيام بحق الربوبية، رفعه الله تعالى فوق غايته فغطى فقر العبودية بغنى الربوبية، وعجز العبودية بقوة الربوبية، وهكذا. فيغطيه بإيه؟ وذل العبودية غطاه بعز الربوبية، فينقله فيرفعه فوق غايته. لأن الله قال: ولا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. وسمعته يقول، سمعت أحمد بن علي يقول، سمعت الحسن بن علوية يقول: قال أبو تراب النخشبي: ليس ينال الرضا من للدنيا في قلبه مقدار. لا شك، لأن الإنسان لا يبلغ محل المعرفة إلا أن يصغر ما صغره الله ويعظم ما عظمه الله. فإذا كانت الدنيا عند الله صغيرة، يبقى لابد أن يكون العارف بالله أن تكون الدنيا عنده صغيرة. فيقول: ليس ينال الرضا من للدنيا في قلبه مقدار. إذا كانت الدنيا لها قيمة في قلبه، يبقى لسه لم يبلغ مقام المعرفة. والذي لا يبلغ مقام المعرفة لا يرتقي في الأحوال ولا في المقامات. أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا أبو عمرو بن حمدان قال: حدثنا عبد الله بن شتراويه قال: حدثنا بشر بن الحكم قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. لا شك أن هذا هو بداية مقام الرضا. بداية مقام الرضا أن ترضى بالله ربا فلا تعبد غيره. فإن لم تعبد غيره وجدت أنك لابد أن تسكن لأحكامه فترضى بها، ثم السكون لجريان الأحكام. فإذا وجدت ذلك أنه لابد لحق العبودية والقيام بحقوق الربوبية، رضيت برضاه ففقدت اختيارك، حتى لم تنظر لرضاك أنت بل تنظر لرضاه هو سبحانه وتعالى. وهذا يسمى بقى مقام الفناء أو شيء من هذا، أو مقام جمع الجمع. وقيل كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. يبقى الصحابة فهموا ترتيب المقامات. الصحابة عاشوا هذا وعبروا عنها، إن لابد أن تمر بالصبر حتى تصل بعده إلى مقام الرضا. وبعض الناس يغلب عليهم الجذب فيمر فيطرحه الله في الرضا قبل أن يمر بمقام الصبر. وبعض الناس يكون في الرضا وفي الصبر أحيان وأحيان، يعني ينتقل رايح جاي، كل واحد على حسب مقامه وعلى حسب حاله مع ربه. فإذا كان بينتقل من الرضا إلى الصبر ومن الصبر إلى الرضا فيكون صاحب أحوال، وإذا كان ثابتا في حال من الأحوال يكون صاحب مقامات. فإذا كان غالب حاله الرضا يبقى مقامه الرضا، وإذا كان غالب حاله الصبر يكون مقامه الصبر، وإذا كان دائم الانتقال في طور صابر يشعر بمر الأقدار، وفي طور آخر يسكن عند الأقدار، فهو يتغير حاله من مقام إلى مقام. وكل ولي وكل عارف يتكلم على حسب شعوره وشربه.
وعشان كده التعبير عن المعنى الواحد تجده يتفاوت بتعبير الصالحين، لأن كل يعبر عنه على حسب شربه وعلى حسب حاله. وقيل إن عتبة الغلام بات ليلة يقول إلى الصباح: إن تعذبني فأنا لك محب، وإن ترحمني فأنا لك محب. يعني أنا بحبك على كل حال، مش كده برضو؟ يعني مقام المحبوبية ومقام المحبة ده فوق مقام الرضا. يبقى هنا بيعبر على نهاية الرضا، يبقى عتبة الغلام كان في نهاية مقام الرضا، قد أشرف على مقام المحبة. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: الإنسان خزف، وليس للخزف من الخطر ما يعارض فيه حكم الحق تعالى. الإنسان يعني الإنسان من طين، مش الخزف ده طين، بس إيه اتحرق في النار، في نار الإيه، في نار الابتلاء، في نار الأقدار، فصار خزفا. فحتى بعد ما احترق ما زال طين، ملوش مرزبة ولا مرتبة. فإذا كان بهذه الحال، فإذا كان بهذه الحال فكيف يعارض حكم الله؟ إذا كان حاله بهذه يعني الضعف وبهذه المهانة. الإنسان من خزف، وهو أراد هنا الخزف، ما أرادش الطين، كان ممكن يقول طين، لأنه بسبب احتراقه في ابتلاءات الأقدار فاحترق بها فصار من طين إلى خزف. وليس للخزف من الخطر، يعني من علو المنزلة ومن علو المقام، ما يعارض فيه حكم الحق تعالى. وقال أبو عثمان الحيري: منذ 40 سنة ما أقامني الله عز وجل في حال فكرهته، وما نقلني إلى غيره فسخطته. عارف القلة الفخار الإناوي دي؟ طيب حطيتها في صينية فضة، حطيتيها على سائر القلل؟ تقول بس أنا قاعدة على صينية فضة أحسن من اللي بره عند الراجل. حطيتها في الشارع تمشي، حطيتها على الرف تمشي، ملهاش اختيار لأنها فخار. ولو زينتها فالزينة اللي عليها ليست منها، بل بمن أعطاها، من صاحبها، فليست منها من شيء. فإن كانت ليست فيها زينة فالعيب فيها، لأن هي أصلها طين. أنت بقى هذه القلة، شفت بقى يا أيها الإنسان القلة، قلة يعني إيه؟ يعني أنت من فخار برد، ربنا حطك في قصر حاضر، حطك في كوخ حاضر، حطك في الخلاء حاضر، حطك في التلاجة مفيش مان، حطك في شباك تروى بحري كده والهوا جاي عليك الحمد لله، حطك في الشمس ما يجراش حاجة، حلو كويس، لا اختيار لك. اللي فاهم كده يبقى ماشي مع الله على ما يريد. فهمت بقى؟ يبقى الإنسان القلة هو ده الإنسان القلة، اللي هو عارف أصله وعارف فصله، مش ناسي نفسه. أول ما يحط عليها غطا نحاس تبتدي تتأمع على سائر القلل، لا هي يعني ولا حاجة، اتلهي ده أنت قل. فهمت إزاي؟ تقول لا أنا متغطية وحاطة عمة وأنت لا، ده اسمه كلام. أهو ده اللي بيحصل بين الناس. تصور أنت قلل قاعدة تتعايق على قلل، وده يتكبر على القلل اللي زيه، شغلانة غريبة الشكل. هو عبارة عن فخار ماشي في الشارع، لو لبس قميص واخد بالك جديد شوية يبقى ماشي قلة متأمعة، تأمع على إيه ما أنت قلة؟ فهمت إزاي؟ فالحكاية كده. فكل ما تفتكر نفسك إنك شايف نفسك حاجة قول لها اسكتي يا قلة، هي دي الحقيقة. ولو ما قلتلهاش كده غيرك هيقولها، واخد بالك؟ هيقول لك بتأمع ليه يعني؟ أنت يعني مش عارف أنت ابن مين؟ ما هي الحكاية كده، أصل الحكاية قريبة لبعضها. فربنا ينجينا يا سيدي. وقال أبو عثمان الحيري: منذ 40 سنة ما أقامني الله عز وجل في حال فكرهته، وما نقلني إلى غيره فسخطته. لأنه عرف قدر نفسه وعرف الخالق المختار، فطالما عرف الخالق المختار وعرف قدر نفسه فلا اختيار، هتقول إيه؟
سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: غضب رجل على عبد له فاستشفع العبد إلى سيده إنسانا. يعني راجل كده عنده عبد ملكه أيام ما كان في رقيق يعني، فغضب عليه، حاول العبد ده يصالح سيده ما فيش فايدة. قام راح لراجل كده ذو وجاهة وقال له: معلش روح كده اشفع لي عند سيدي يمكن يرضى عنه. فلما راح الراجل يشفع له فعفى عنه، فأخذ العبد يبكي، فقال له الشفيع: لما تبكي وقد عفى عنك سيدك؟ فقال له السيد: إنما يطلب الرضا مني ولا سبيل له إليه، فإنما يبكي لأجلي، لأن العفو ترك العقاب، لكن الرضا حصول الامتنان والفضل. فهمت ازاي؟ فهو اذا عفى عنه يعني يترك عقابه، لكن هو بقى مش عايز العفو، ده بيبكي علشان عايز الرضا، عايز الكمال الامتنان. باب العبودية. في عبادة وفي عبودية وفي عبودة، لأن الإنسان عبارة عن أعضاء جسم يعني، وعبارة عن قلب باطن، جسم يعني ظاهر وقلب يعني باطن، وعبارة عن روح سر من عالم الأمر اختلطت بهذا الظاهر والباطن فصارت إنسانا. فالعبادة محلها الجسم الظاهر، والعبودية محلها القلب الباطن، والعبودة محلها الروح. ادي المقامات الثلاثة، عشان كده لابد انك انت تعرف الحكاية كلها. فانت متعبد الى الله بالثلاثة، تعبده بظاهرك وبباطنك وبروحك وسرك. فالعبادة محلها الجوارح وهي الكسب، والعبودية محلها القلب وهو القصد، والعبودة محلها الروح وهي محل المقامات والتجليات والامتنان. فهو بيتكلم هنا على باب العبودية، يبقى بيتكلم على القلوب على طول. اما يكلمك باب العبادة يبقى بيتكلم على الجوارح، باب العبودية يبقى بيتكلم على القلوب، باب العبودة يبقى بيتكلم على الارواح. فهمت؟ عشان تفهم الدنيا ماشية ازاي. الاسلام عبادة، والايمان عبودية، والاحسان عبودة. فالمقامات ثلاثة، ما احنا زي ما احنا ماشيين كده متقسمة. العبادة كسب، والعبودية وهب، والعبودة فضل. فالإنسان بين الكسب والوهب والفضل. العبادة كسب، منسوبة للعبد كسبا وإلى الله خلقا، مش كده برضو؟ والعبودية أحوال، والأحوال تكون وهبية لا يغلب عليها الكسب بل هي وهبية. والعبودة محل فضل وامتنان، فهي مقامات. يبقى العبودة مقامات، والعبودية أحوال، والعبادة أكساب. سهلة كده؟ نبتدي نتكلم على العبودية بقى، نشوفه هيقول ايه. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك عبادة، واعبد ربك عبودية، واعبد ربك عبودة. فالأمر للأرواح عبودة، وللقلوب عبودية، وللأجساد عبادة، فشمل كله. حتى يأتيك اليقين أي الموت، أي نهاية التكليف، فنهاية التكليف بالموت. وأخبرنا أبو الحسن الأهوازي رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن عمر بن الخطاب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في ظله الذي خلقه
والذي خلقه هو ظل العرش، مش كده برضو؟ لان في رواية احمد، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، لان الله ليس بجسم، فلا يقال الظل هو ظل الذات سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، بل هو ظل خلقه الله يظلل به عباده. والنسبة هنا نسبة تشريف ونسبة خلق وإيجاد. سبعة أي سبعة أصناف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله. جايبها عشان هنا، جايب كل الحديث السبعة دول عشان دي عبادة الله. وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، لا لدنيا بل لله. ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، خاليا يعني ولو كان منعزلا قلبا وهو في وسط الناس، والعزلة قد تكون عزلة في الجلوة وقد تكون عزلة في الخلوة، فتحتمل الاثنين. ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، يعني غطى جلال الله على قلبه ففاضت عيناه خشية، او غطى جمال الله على قلبه ففاضت عيناه شوقا، فالبكاء يكون للخشية كما يكون للشوق، وبكاء الخشية دموعه حارة وبكاء الشوق دموعه باردة. ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقالت إني أخاف الله رب العالمين، مقام العفة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي روايات حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، كأن الروايات دي قال لك دي رواية بالمعنى اللي هي حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، لأن الغالب ان الإنسان ينفق بيمينه مش بشماله، لكن في رواية عكس، لكن ربنا أكرمني بفهم فيها برضه تصح. كأنه من شدة إخفائه للصدقة إذا جاءه الفقير عن شماله أعطاه بشماله، وإذا أعطاه عن يمين إذا جاءه عن يمينه أعطاه بيمين، فهنا الروايتين صحيحتين معنى، لأنه يريد أن يخفي الصدقة، فإذا جاءه الفقير من أي جهة أعطاه من الجهة التي أعطاه فيها حتى يخفي عن الجهة الأخرى، فيبقى الحديث هنا بيبين لك برضو أن في جهتين للإعطاء، لأن الفقير قد يأتيه من أي جهة كان، فلا تناقض على أي حال، ولا تذهب للرواية بالمعنى إلا لو صعب أو عسر فهم المعنى. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول، شيخ الأستاذ عبد الكريم القشيري أبا علي الدقاق وحماه زوجه ابنته ويروي عنه كثيرا في الرسالة، يقول العبودية أتم من العبادة، لأنها طبعا مقام الإيمان أعلى من مقام الإسلام. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم، فدل على أن الإيمان مقام أعلى. العبودية أتم من العبادة، فأولا عبادة يعني اجتهاد وسلوك، مش كده برضه؟ عبادة يعني معناها اجتهاد وسلوك، ودي للمريدين للسالكين. ثم عبودية تبري من الحول والقوة، يبقى إياك نعبد عبادة وإياك نستعين عبودية. اهدنا الصراط المستقيم عبودة امتنان، فهمت بقى المسألة ماشية كده؟ يعني ربك لخص لك كله في الفتحة وانت مش واخد بالك، بس لكن انت لو ركزت تلاقي الفتحة فيها كل المقامات، وبفضل الله ربنا بيجريها على ألسنة المسلمين ليل نهار في الصلاة وفي غير الصلاة، ودي إكرام لهذه الأمة. إياك نعبد عبادة وإياك نستعين تبري من الحول والقوة عبودية، اهدنا الصراط المستقيم حل الامتنان وهي العبودة. فأولا عبادة ثم عبودية، يعني تبري من الحول والقوة اللي هي ده لمين؟ ده للمقربين. ثم عبودة يعني معرفة واستغراق في الجمال والجلال، وده محل، ده مقام العارفين
مقام العارفين. فالعبادة للعوام من المؤمنين، لأنه انهمك بالعبادة ورأى لنفسه فعل، فهو ما زال مبتدئ لأنه نسب لنفسه الفعل. والعبودية للخواص، حيث أنه نسب الفعل للخالق فلم يرى لنفسه كسبا، بل رأى أنه محل ظهور فضل الله عليه فتبرى من الحول والقوة، دي أرقى. والعبودة لخاص الخاص الذي فنى حتى عن رؤية تبريه وحوله برؤية منته سبحانه وتعالى. فالنوع الثاني منشغل بالتبري من الحول والقوة، والثاني نسي حتى التبري، بل نسي كل شيء إلا الله. فدي كلها مقامات. وسمعته يقول: العبادة لمن له علم اليقين، لأن العبادة تحتاج إلى العلم، فهي محلها الدليل، محلها العلم، علم اليقين. والعبودية لمن غاب عن الدليل بالمدلول، فلمن انتقل إلى عين اليقين. والعبودة لمن له حق اليقين، لمن انشغل بخدمته سبحانه وتعالى وبفضله وبكمال رحمته، دي محل العبودة. وسمعته يقول: العبادة لأصحاب المجاهدات اللي هي الأعمال أهل السلوك، والعبودية لأرباب المكابدات اللي هي أهل الأحوال أصحاب الأحوال أرباب القلوب، والعبودة صفة أهل المشاهدات أصحاب المراقبة والإيه والإقبال لله عز وجل، هم أهل المعارف وأهل المشارف. فمن لم يدخر عنه نفسه فهو صاحب عبادة، يعني من لم يدخر عن ربه وسعه وبذل وسعه في الطاعة فهو صاحب عبادة ومكابدة. ومن لم يضن عليه بقلبه ففقد اختياره فهو صاحب عبودية. ومن لم يبخل عليه بروحه فهو صاحب عبودة. فبين لك أن العبادة محلها الجوارح، والعبودة محلها القلب، والعبودية محلها القلب، والعبودة محلها الروح والسر. ويقال العبودية القيام بحق الطاعات بشرط التوفير. التوفير يعني القيام بها على أكمل وجه، تبقى وافرة يعني على أكمل وجه. والنظر إلى ما منك بعين التقصير، ثم بعد قيامك عليها بأكمل وجه تنظر أنك ما زلت مقصرا في إيه؟ في القيام بحق الربوبية. وشهود ما يحصل من مناقبك من التقدير، فإن حدث لك مزية تعرف أنها بحكم تقديره القديم، لأن أحكامه ليست معلولة باجتهادك، كما أن عبادتك لا تذكره فلا نسيان ولا تنبهه فلا إغفال. فالأمر كله محل التقدير سبحانه وتعالى، فالفضل منه وإليه. وشهود ما يحصل من مناقبك، يعني مما يتولاك بفضله ويغطيك بمنته، أنها ليست منك بل هي محض تقديره وفضله وعدله ورحمته. ويقال العبودية ترك الاختيار فيما يبدو من الأقدار. فالعبودية حلها الصبر والتوكل والرضا والتفويض، اللي يتحقق بالأربع مقامات دول يبقى في العبودية. الصبر والرضا والتوكل والتفويض، يفوض تماما، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وهذا لا يكون إلا بمعنى ترك الاختيار فيما يبدو من الأقدار. ويقال العبودية التبرؤ من الحول والقوة، لأن احنا قلنا محلها إياك نستعين، وأنت لا تستعين به إلا لعدم قدرتك على فعل الشيء بمفردك، فاستعنت به فتبريت من الحول والقوة. والإقرار بما يعطيك ويوليك من الطول والمنة، تقر بالنعمة وأنها ليست منك بل من المنعم.
والطول بمعنى الغنى، يعني الغنى عن الناس، الغنى حتى عن رؤية النفس أو عن رؤية اختيارك برضاك بجميل اختياره. والمنة أي من الله فضل ونعمة، لا بسبب منك. تجلت أحكام الربوبية أن تكون معللة بأحكام العبودية، فالربوبية قديمة والعبودية حادثة، ويستحيل أن يكون القديم متوقف على الحادث. وعلشان كده لازم الواحد يفهم أن هي كلها محض منة من الله. ويقال العبودية معانقة ما أمرت به ومفارقة ما زجرت عنه. العبودية أنت أمرت بعبادته على الوجه الأوفى والتوكل عليه والرضا بقضائه، يبقى تتمسك بهذا على الوجه. ومفارقة ما زجرت عنه بأن تنشغل عنه بسواه، بألا ترضى بما قدره لك، بأن ترتكب النواهي الظاهرة والباطنة، فلا بد أن تفارقها تماما. وكأن العبودية هي ما بطن في القلب حال انشغال الظاهر وهو الجسد بالعبادة. فالعبودية هي الطريقة، والعبادة هي الشريعة، والعبودة هي الحقيقة. وعشان كده في طريقة، في شريعة، وطريقة وحقيقة. وسئل محمد بن خفيف متى تصح العبودية، فقال إذا طرح كله على مولاه وصبر معه على بلواه. إذا طرح كله يعني ثقله، كل أثقاله. مش الناس العوام يقول لك ارمي حمولك على الله، ده عملوها أغنية، عملوها أغنية ليل نهار يغنوها، بس المهم تعملها بقى، مش تقعد تغنيها بلسانك، لا خليها بقلبك بقى. إذا طرح كله على الله ارمي حمولك على الله، أدي معناه. هو بيقولها نفس الأغنية، هي معناها هي. وصبر معه على بلواه، يبقى بالتوكل والصبر والرضا، مش كده برضو؟ بالتوكل والصبر والرضا، يبقى دي العبودية. يبقى هو عايز يقول لك المعنى ده كله، وعشان كده جاب لك العبودية بعد ما شرح مقام الصبر ومقام الرضا ومقام التوكل. فالأستاذ عبد الكريم الكشيري ده مش سهل، ده راجل علامة كبير عاش المقامات، ما حطلكش مقام العبودية إلا بعد ما شرح لك أسبابها. وأسباب العبودية لابد أن تحصل المقامات السابقة عليه، وهي الصبر والتوكل والرضا. خلصهم لك، نقلك على العبودية اللي هي ثمرة هذه المقامات بمجموعه. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت جعفر بن محمد بن النصير يقول: سمعت ابن مسروق يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: لا يصح التعبد لأحد حتى لا يجزع من أربعة أشياء. يعني لا يصح التعبد اللي هي بمعنى العبودية، يعني حتى لا يجزع من أربعة أشياء، يعني حتى لا يستشعر مرارة أربعة أشياء من الجوع والعري والفقر والذل، اللي هي الشواغل عن طاعة الله. دي شواغل العبد عن طاعة الله، الجوع والعري والفقر والذل. كل واحد عايز ينشغل في الدنيا عشان ينفي فقره بالاكتساب، يقول لك عايز اكون نفسي ويبقى عندي اموال، ويحاول ان هو يكتسب منصب علشان يغطي ذله، يبقى عنده عزة بالمنصب. ويحاول ان هو يحصل المال علشان اما يجوع يجد ما يأكله، وعشان لما يتعرى يجد ما يستره، مش كده برضو؟ فشواغل العبد عن الطاعة هي الثلاث الاربع حاجات دول. فبيقول لك لما يبقى الحاجات دي ما بقتش شواغل عنه عنده، ما فيش مانع انه يحصلها، لكنها يحصلها بجوارحه مع كمال التسليم بقلبه،
وشكرا بيقول لا يصح التعبد لأحد حتى لا يجزع من أربعة أشياء، من الجوع والعري والفقر والذل، لكونها موانع ومشغلات عن التضرع والطاعات. حتى انك انت وانت في وسط الطاعة تلاقي نفسك مشغول بمشاغلك بتاعت الدنيا. لا، لما تبقى الموانع دي مش شغلك في ذهنك ولا في قلبك تشغلك عن الطاعات، يبقى انت كده وصلت لمقام العبودية اللي هو محل التفويض لله عز وجل. وقيل من علامات، وقيل العبودية ان تسلم اليه كلك وتحمل عليه كلك. تسلم اليه كلك يعني ايه؟ يعني تفوضه. وتحمل عليه كلك يعني تتوكل عليه، مش كده برضو؟ يعني التفويض والتوكل. وقال ذو النون المصري العبودية ان تكون انت عبده في كل حال كما انه ربك في كل حال، كما انه ربك في كل حال، كما انه ربك في كل حال، مش كده برضو؟ مش هو ربك في كل حال؟ في حال الفقر والغنى، في حال الذل والعز، في حال العجز والقدرة. فاذا كان هو ربك في كل حال، ليه بقى بتفقده في حال الفقر فلا ترضى به مفقرة بعدما رضيت به مغنية؟ لما لا ترضى به مذلا كما رضيت به معزا؟ فهل أنت تريد أن ترى ربك في حال النعمة فلا تراه في حال الابتلاء، أم ترضى أن تراه ربا في كل حال كما أنه كما أنك عبدا له في كل حال؟ ده برضو للتمكن في مقام الرضا والتسليم والصبر والتفويض، كلها بتدور حول المقامات دي كلها. وقال الجريري عبيد النعم كثير عديدهم، كثير عديدهم، عبيد النعم كثير عديدهم، يعني عددهم كتير، كل الناس عايزة نعم، دول كتير دول. وعبيد المنعم عزيز وجودهم. في فرق بين عبد النعمة وعبد المنعم. عبد النعمة ده حاله متغير لتغير النعم بالزيادة والنقص، بالتفاوت في الأنواع، فالنعم أنواعها كثيرة، فتلاقيهم متغيري الأحوال، متغيري الأحوال ومتغيري القلوب في دائم تقلب. وعبيد المنعم عزيز وجودهم لكمال تفويضهم واستمرارهم مع الله على ما يريد. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله. فمهما تتغير عليهم الأحوال فهم مستقرون كالجبال الرواسي. دول عباد التفويض، عباد المنعم. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول أنت عبد من أنت في رقه وأسره. أنت عبد من أنت في رقه وأسره. إيه اللي شغلك؟ وإيه اللي تتمناه؟ وإيه اللي بتعمل من أجله؟ أنت عبد لهذا الشيء. شغلك المنصب بقيت عبد المنصب، شغلك المظهر عبد المظهر، شغلك المال عبد المال، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة. أنت عبد من أنت في رقه وأسره. فلو كان مشغولك هو تحصيل ما تهوى فأنت عبد هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فإن كنت في أسر نفسك فأنت عبد نفسك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وإن كنت في أسر دنياك فأنت عبد دنياك، عبد الدينار، عبد القطيفة، عبد الخميصة، عبد الدرهم، وهكذا. عبد الدولار بقى، حقينا نقول عبد الدولار دلوقتي، تمشي دولار مكان الدينار. الدينار ايه؟ الكويتي؟ مثلا ما يجراش حاجة، ولا ماسك نفسه ولا حاجة، هو ليه نفس اصلا؟ ما هي دي المشكلة بقى، انه هو اعتمد على رصيده،
مش على ربه. ودي مشكلة، انه رأى نفسه يعني له كسب، واحنا قايلين المقام بتاعنا التبري من الحول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. الدرهم هم عشان بياكل، وهم عشان بيحزنه مش كده برضه يمشي. ها والدينار دين ونار، دينار دين ونار، ادي الدينار يا سيدي اللي هو عايز يعيش معتمد عليه، يعيش بين الدين والنار، فنسأل الله السلامة. ورأى أبو رزين رجلا فقال له: ما حرفتك؟ قال: خربندة. كلمة كده بالفارسي ولا بلغة غير عربية معناه يعني خادم الحمار، يعني الظاهر كان راجل ايه عنده عربية كره، طول النهار قاعد يأكل الحمار ويشرب الحمار ويلبس الحمار ويحمل الحمار عشان الحمار يجر له العربية. فبقول له: ما حرفتك؟ قال: خربندة. فقال: أمات الله تعالى حمارك لتكون عبد الله لا عبد الحمار. مش كده؟ ما سيدنا عيسى ابن مريم لما قالوا له: اتخذ لك حمارا، لأنه كان مقضي كده كل سفرياته على قدميه، وسمي مسيح لأنه يمسح الأرض. فقال: طب اتخذ لك حمارا. قال: إني أعز عند الله من أن يشغلني بحمار. ما هو الحمار بقى عايز برضه مشاغل، عايز ياكل وعايز يستريح وعايز يشرب وعايز يستحمى، وشغلان ها. والعربيه نفس القصه، بتشحمها وتوضبها ويوقفك عسكري المرور وينكد عليك وياخد منك الرخصه. فقال: امات الله تعالى حمارك، يعني بيدعو على حماره، مش انه يموت يعني في الحقيقه، يموت من قلبه يعني، لانه اصبح حماره رمز دنيته، رمز دنيته يعني، فهمت ازاي؟ فبيقول له: أمات الله حمارك أي في قلبك لتكون عبد الله لا عبد الحمار. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن يقول: سمعت جدي أبا عمرو بن نجيد يقول: لا تصفو لأحد قدم في العبودية حتى يشاهد أعماله عنده رياء وأحواله دعاوى. طبعا، لأنه إذا شاهد الأعمال فكأنما شاهد نفسه عاملة، فإذا شاهد نفسه عاملة فكأنما نفسه اطلعت على أعمالي فصار مرأيا لنفسه حتى، وهذا ضد الصدق. من يرأي غير نفسه من الخلق ضد الإخلاص، ومن رأى نفسه أي عمل لنفسه فهذا غير صادق، كاذب، لأنه نسب الأمر لغير أهله، والحقيقة أن الفاعل هو الله على جوارحه. فالصدق عدم رؤية النفس، والإخلاص عدم رؤية الخلق. فليس كل مخلص صادق، ولكن كل صادق مخلص. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن كل صادق تحقق بالإخلاص، وليس كل مخلص متحقق بالإخلاص بالصدق. لا تصفو لأحد قدم في العبودية حتى يشاهد أعماله عنده رياء وأحواله دعاوى، لأنها منسوبة إليه وهي من الله، متبري من حولي وقوته، فنسبت إليه وهي من الله، يبقى بالنسبة إليه دعاوى بس مش حقيقة. من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى، ومن كانت مساوئه ومن كانت مزاياه مساوى فكيف لا تكون مساويه مساوى. مش كده بيقول كده في الحكم في اخرها، يعني بيناجي ربه. وسمعته يقول: سمعت عبد الله المعلم يقول: سمعت عبد الله بن منازل يقول: العبد عبد ما لم يطلب لنفسه خادما. لان اول ما يطلب لنفسه خادم بقى سيد، بقى ما بقاش عبد. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا طلب لنفسه خادما فقد سقط عن حد العبودية وترك آدابها، لأنه صار يخدم نفسه. وسمعته يقول: سمعت محمد بن الحسين يقول:
سمعت جعفر بن نصير يقول، سمعت ابن مسروق يقول، سمعت سهل بن عبد الله يقول: لا يصلح للعبد التعبد حتى يكون بحيث لا يرى عليه أثر المسكنة في العدم أو العدم، يعني في الفقر يعني، ولا أثر الغنى في الوجود. والمسكنة هنا المقصود بها المسكنة للخلق يعني، يعني لا يبلغ العبد مقام العبودية وهو مقام التسليم والتبري من الحول والقوة حتى لا يتمسكن إلا لربه، فلا يرى مسكينا إلا لله، ولو كان في حال العدم لا يرى مسكينا للخلق أبدا، ولا يرى عليه أثر الغنى أي الاستغناء عن المنعم بالنعمة في حال الوجود والزيادة، بل يرى نفسه مفتقرا في كل حال إلى ربه غير مستغنيا عنه في أي حال لتبريه من حول وقوته. وقيل العبودية شهود الربوبية، الربوبية بتقتضي العز والقدرة والغنى، دي الربوبية، وعكسها العبودية، الذل والعجز والفقر. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: سمعت النصر بادي يقول: قيمة العبد بمعبوده. اللي بيعبد الدينار قيمته دينار، واللي بيعبد المنصب قيمته المنصب، واللي بيعبد الدنيا قيمته الدنيا، لا تساوي عند الله جناح بعوضه، يبقى ملوش قيمة. واللي بيعبد رب العالمين هي دي قيمته بمعبوده، بقى ترتفع قيمته، صار عبدا لله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلة. شوف ارتفع مقامه إلى العبودية ازاي، في أعلى مقام عاشه في مقام الإسراء والمعراج ناداه بالعبودية فارتفع بمعبوده. قيمة العابد بمعبوده، عابد الوثن ملوش قيمة بيعبد وثن، عابد الدنيا ملوش قيمة، عابد رب العالمين له قيمة، خلق له الأكوان السماوات والأرض. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. خلق كل ده ليك أنت عشان تعلم أن الله على كل شيء قدير، فإذا صرت عبدا له فكل ده مخلوق لك. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لك كل ما في السماوات جميعا منه لك، فالأكوان خلقت لك وأنت خلقت له، فقيمتك بأن تنسب له لا للأكوان، فالأكوان تفنى وهو لا يفنى سبحانه. قيمة العابد بمعبوده كما أن شرف العارف بمعروفه. كل ما يبقى معرفتك عالية كل ما تشرف. الرجل ده خبير في نزح المجاري، قيمته بمعروفه، خلاص يبقى لما نحتاج ننسح المجاري هنجيبه. ده خبير في علوم القلوب، كل ما نحتاج حاجة للقلوب، إذا كان القلب بقى له قيمة فالعارف بالقلب يبقى قيمته بقيمة معروف. ده خبير بعلم الأبدان، طبيب نطاسي مشهور، يبقى له قيمة، ناس تجري وتحجز وتقف طوابير عنده. ليه؟ لغلو البدن عند الناس أصحاب الأبدان، لأنه خايفين على أبدانهم من الأمراض، فيصير له قيمة لأنه يعرف البدن ومعايبه وهكذا. فيبقى قيمة العارف بمعروفه، فإذا كان هناك عارف بربه يبقى هو أعلى أهل المعارف، لأن قيمته بمعروفه سبحانه وتعالى. وقال أبو حفص: العبودية زينة العبد، فمن تركها تعطل من الزينة. طبعا العبودية الحقة بالقيام بحق الربوبية الحق، العبودية الحقة هي الذلة وهي العجز وهي الفقر، فإذا قمت بحقها زينك الله بالعزة وبالغنى عن الخلق وبالقدرة، يقول للشيء كن فيكون
إذا سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه. وعشان كده في أنواع من الأولياء يسموهم أهل التصريف. أهل التصريف يعني إيه؟ يعني ربنا يجعل الأكوان مسيرة لهم حسب ما يجري على قلوبهم من إرادة، فتصير إرادته تتوجه إلى قلوبهم فتتوجه قلوبهم بإرادة الله للأشياء فتنصاع لها. اللي هو الناس العوام يقول لك إيه؟ تقضى حاجته قبل ما يرفع حاجبه، مش كده برضو؟ لأنه أهل التصريف. أهل التصريف مجرد تخطر في باله إرادة شيء معين يجده في الواقع أمامه، وتحقق ذلك في النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل وجه، على أعلى وجه، كان يشير للسماء وليس بها قزعة فيجتمع السحاب فتمطر. طلب إليه أن يشير للقمر فيشقه فأشار إليه فانشق. طلب منه أن يكثر الماء فنبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. نظر إلى خيال رجل في آخر الصحراء فقال له كن أبا ذر، فكان أبا ذر كما أراد صلى الله عليه وسلم. هكذا الأمر. فهناك من الوراث يكونون على هذه الهيئة. وعشان كده العبودية زينة العبد، فلما تحقق بالعبودية صارت هذه الأشياء اللي أنت بتشوفها بقى دي كلها انصياع الأكوان له زينة له، زينه الله بها، لا بذاته هو قام بها، بل يجريها الله على يديه. فيخلق الله على يديه، يخلق مراده أولا في قلبه، ثم يتوجه إرادته على وفق مراده الذي أجراه في قلبه. فدي زينة كبيرة لا شك في هذا. فلا يرى العابد والعبد وهو في هذا الحال أن هذه الزينة منه، بل هي من الله. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، مش الحكمة بتقول كده؟ إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. فمن تركها، من ترك العبودية لله، تعطل من الزينة، يبقى ذليل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، مش جريان بحاجة، غلبان، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، مساكين. لأنه لما ترك العبودية تعطل من الزينة فأصبح كالبهائم، نسأل الله السلامة. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول سمعت أبا جعفر الرازي يقول سمعت عباس بن حمزة يقول حدثنا أحمد بن الحوارة قال سمعت النياجي يقول أصل العبادة في ثلاثة أشياء لا ترد من أحكامه شيئا ولا تدخر عنه شيئا ولا يسمعك تسأل غيره حاجة. ثلاث حاجات. لا ترد من أحكامه شيئا، يعني لا ترد من بلائه شيئا بعدم الرضا يعني تحقق بالرضا. ولا تدخر عنه شيئا، أي من أعماله الطاعات بالاجتهاد في الطاعة. ولا يسمعك تسأل غيره حاجة، يعني لا تتوكل عليه ولا تلتفت لغيره. يبقى معناها اجتهاد في الظاهر، رضا في الباطن، وثوق في السر في الله عز وجل. والوثوق أو الثقة بالله هي محصلة الرضا والتفويض. إذا حبيت تحط الرضا والتفويض في كلمة واحدة يبقى هي الثقة بالله. وسمعته يقول سمعت أبا الحسن الفارسي يقول سمعت ابن عطاء يقول العبودية في أربع خصال. يبقى واحد خليها لك في ثلاثة والتاني هيحطها لك في أربعة، لا مشح في الاصطلاح. الوفاء بالعهود، وبعهد الله أوفوا، ألست بربكم، مش ده العهد الأول؟ كلنا قلنا بلى. طب خلاص، أدام أنت قلت بلى ورضيت به ربا وأنت في عالم الذر، فرض به ربا وأنت في عالم الدنيا، فسلم له الأمر وتوكل عليه.
الوفاء بالعهود والحفظ للحدود بعدم ارتكاب المنهيات وبفعل المأمورات، والرضا بالموجود بالقناعة وبالزهد وبالرضا والتسليم، والصبر عن المفقود. المفقود من الأحوال، من المقامات، من الأموال، من العلوم، من المعارف، تصبر على هذا رضا بقضاء ليلك، ربما يفتح لك باب طاعة فيفتح معها باب العجب بها فيبعدك بها عنه، وربما أغلق عنك باب الطاعة ليقربك إليه حتى لا تعجب بها فتترك الأمر لربك مع كمال اجتهادك بقدر طاقتك، وتعلم أن الفضل منه وإليه لا بسبب منك. وسمعته يقول، سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول، سمعت الكتاني يقول، سمعت عمرو بن عثمان المكي يقول، ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت بمكة وغيرها ولا أحدا ممن قدم علينا في المواسم أشد اجتهادا ولا أدوم على العبادة من المزني. ده من أصحاب الإمام الشافعي من رواة المذهب رحمه الله تعالى. ولا رأيت أحدا، شوف ده الإمام المزني وده تلميذ الشافعي، بس الشافعي إيه يا سيدي عشان تعرف، بس أهل المذاهب دول كانوا أكابر، ربنا ينفعنا بهم. ولا رأيت أحدا أشد تعظيما لأوامر الله تعالى منه، وما رأيت أحدا أشد تضييقا على نفسه، يعني يأخذ نفسه بالعزائم، وتوسعة على الناس منه، ويعامل الناس بالرخص. يبقى يأخذ نفسه بالعزيمة لكن يتعامل مع الناس بالرخص حتى يكون إيه، يعني مبشرا لا منفرا، رافعا للحرج عن الناس. إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين أو منفرين. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول، الوقت تجد الناس قائمين بالدعوة يضيق على الناس الدنيا بحالها، وتجده بينه وبين نفسه يا سلام ببحبح الأمور خالص، عاكس المسألة، نسأل الله السلام. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول، ليس شيء أشرف من العبودية، ولا اسم أتم للمؤمن من الاسم له بالعبودية. ولذلك قال سبحانه في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج وكان أشرف أوقاته في الدنيا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. مع أنه لو كان قال نبيه برضو حاجة عالية ورسوله أعلى، لكن قال بعبده ليبينك أن أشرف حاجة هي نسبتك إليه. وقال تعالى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فلو كان اسم أجل من العبودية لسماه به. وفي معناه، أنشدوا يا عمرو ناري عند زهرائي، يعرفه السامع والرائي. ولا ثأري، هي مكتوبة بالاثنين، تنفع الاثنين في المعنى. لا، هي ثاري ولا ناري؟ هي مكتوبة عندي ثاري، وبعض النسخ ناري. يا عمرو ناري ثاري عند زهرائي، يعرفه السامع والرائي. لا تدعني إلا بيا عبدها، فإنه أشرف أسمائي. يعني ممكن تقول مثلا هنا بيتكلم على عبد ليلى مثلا، عبد المحبوبة، وهي رمز للمحبوب مطلقا، وعلشان كده كان العرب في الأشعار بتاعتهم يرمزوا للمحبوب باسم، وقد يكون هذا المحبوب هو رب العالمين، وقد يكون هذا المحبوب هو رسول الله، وقد يكون هذا المحبوب هي امرأة، ما تفرقش معاه، هو يرمز لها باسم، كل يفهمه على حسب شربه ومقامه. لا تدعني إلا بيا عبدها، فإنه أشرف أسمائي. وقال بعضهم، إنما هو شيئان، سكونك إلى اللذة واعتمادك على الحركة، الاثنين دول هم دول اللي بيحجبوك عن مقام العبودية. سكونك إلى اللذة، إلى الشهوة يعني، واعتمادك على الحركة أي على عملك،
لا على الله. فإذا أسقطت عنك هذين فقد أديت العبودية حقها، يعني لا تفعل لنفسك ولا تعتمد على عملك. كما قال الواسطي: احذروا لذة العطاء فإنها غطاء لأهل الصفاء. وقال أبو علي الجوزجاني: الرضا دار العبودية، والصبر بابه، والتفويض بيته. احنا كده وصلنا لميعادنا، وانا مش هعرف اشرح. اول ما بيجي الميعاد بلاقي نفسي جالي قلق من الداخل، مو معرفش اشرح بقى اعمل ايه. فهل الميعاد كده حد جاء من الناحية التانية؟ نخلص يعني الباب الساعة 10 إلا 10، هم قالوا لنا لحد 59 دقيقة. حكم القوي على الضعيف. نقف هنا وخلاص. احنا ليه نقف؟ نقف هنلكلك، فنقف عليه احسن. نقف عند هذا ان شاء الله، ونكمل يوم السبت القادم. احنا اجازة شهر 8 كله، شهر 8 كله اجازة، وشهر رمضان كله اجازة ان شاء الله. فبشرى باذن الله شهر 8 كله استراحة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خير.